رحاب احمد بطله مصر في رفع الاثقال وصاحبه الميداليه الذهبيه في باريس بارالمبيكس 2024. انا عملت رقم عالم جديد وعملت ميداليه ذهب، فكانت فرحه جميله جدا. انا قلت لازم طالما شلت العالم في الافتتاح ان شاء الله اشيله وارفعه على منصه التتويج. جات لي اصابه شديده قوي ورحت للدكتور لقيته بيقول لي انت عندك مزق في عضله الميجور. انا كان نفسي قوي اجيب ميداليه ذهب. انا هرمي الالم ده على جنب وهكمل، ده الحلم ده ما بيجيش، انا بقالي 4 سنين بتدرب عشانه. وكنت حابه اشكر البنك الاهلي المصري الراعي الرسمي ليا بصراحه على دعمه الدائم ليا، ووصلنا للذهب ومكملين ان شاء الله.